احمد السقا كان عنده جيتار في فيلم ايه؟ صعيدي في الجامعه الامريكيه. احمد السقا كان عنده موتوسيكل في فيلم بتاع هنيدي هانا في امستردام. يا موتوسيكلاتك يا هولندا. جميل عوض اتجوزت وعملت فرحه في فيلم ايه؟ عروستي. عروستي عروستي. كان بيموس حلاقه في بقي ليه؟ شعر ده اني بيطلع لجوه فيلم محمد هنيدي. صح اللي بي. انا ممكن اغشش عادي. ماشي اللي بالي بالك. خد نص بق ليه شعر ده انا بيطلع لجوه. يا نصر اضحك يا انا. انت يا بنت يا معلة ما تقولش لا. امك ما تقولش لا. احمد حلمي صعب. ستك ما تقولش لا. عيلتك ما تقولش لا. زيتي بطيتي زهنيدي في جعل البيت الثاني. ايوه برافو عليك. قلت حلو بيشتغل فين؟ في الاصلاح الزراعي. هديتي اتبطيتي. على فكره انت ما بتفكرش غير في نفسك. انت عمرك حبيتني؟ انت عمرك حبيت حد؟ ده سلم وتعبان وتعبان على شيء قوي. بيقول سلاليكي انت حويت يعني رئيس مرجيح مزلبي. هو ما بيجيش يقول لك ليك انت يعني سعيد في الجامعه الامريكيه هنيدي الغد عادي. يعني حتى ورمين لاي قطه انا كنت بحب ستك. مين ورمين لاي قطه؟ انا كنت بحب ستك دلوقتي بحبك انت. دي مجنونه مجنونه. عادل امام كان طيار في فيلم ايه؟ انت كيف السؤال ده؟ مفيش مشكلة. تملي بالي وفي قلبي ولا أمل.